ومن مدينة كربلاء وشوارعها، حيث ينقل أحد الناشطين مقطعا صوره لسيارات قال إنها إيرانية وهي تصطف بأماكن يمنع الوقوف فيها دون أي محاسبة من السلطات المحلية، بينما يواجه المواطنون في كربلاء أشد العقوبات إذا قاموا بالفعل ذاته. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. أنا اليوم مثل زب هذا الشارع استوقفني هذا المنظر. طبعا سأدري يقولون أنه زوار وعادي ولازم نتحملهم، بس أنا أعرف أنه الزائر أنه من يجي من مكان أنه لازم يحترم المكان اللي هو به. هذا الموضوع اللي جدا مهم. اليوم انه ما اعرف انه القانون بالعراق يطبق بس على العراقي، بس اليوم اذا واحد ابو تاكسي يريد يطبق هنا او صاحب سياره راح يمنعوه، بس هاي السيارات الايرانيه من السره للسره هناك ما حد ما يحكي وياهم. احنا من نروح هناك هم زوار، بس ليش ما يخلونا نطبق بالشارع بهاي الطريقه؟ وهاي رساله اتمنى توصل لمرور كربلاء انه يخلون هذا السايد يطبق بهذا يعني بهذا الاتجاه، ومن يجي واحد مواطن عراقي يريد يزور يريد يطبق من المنطقة ما يخلو يطبق. هذا السر كله سيارات إيرانية، المكان يم جامع الحسن، وراح أصوركم كل السيارات الموجودة حتى تخاف واحد يقول إني مو سيارات إيرانية. أتمنى القانون يطبق على الكل، لو إيران لهم أولوية بالعراق. 8 9 10 11 12 هذي تشوفون، بس المواطن العراقي والكربلاء مستحيل هناك.